لا تخرج من دارك لجلك لجل جارك، واغسل ايديك بالصابون، لا تجي لحد ولا يجيك. كورونا ما يجي لحد، انتوما اللي تجيبوه. بهذه الكلمات وجهت الفنانة معلومة من تلميذاح رسالة توعية لجمهورها في موريتانيا، ودعتهم للبقاء في منازلهم لحماية أنفسهم وأحبائهم من الفيروس. ومعنا ضيفتنا من نواكشوط الفنانة الموريتانية المعلومة من تلميذاح. سيدة من تلميذاح، أهلا وسهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. نتحدث عن دور الفنان ودور الفنانين الموريتانيين إزاء هذه الجائحة العالمية. كيف هي بصمة الفنان الموريتاني الآن؟ أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة الرائعة من أجل أن نطل على جمهور الواسع في العالم العربي كله وفي موريتانيا. نحن هنا في موريتانيا الفنانين يعني نعاني بما يعاني منه الشعب وما يعاني منه كل 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 أطياف المجتمع والعالم كله. هذا يعني هذا وباء عالمي، فالناس كلها متضررة، ونحن هنا يعني فالناس كلها في حالة استنفار، والشوارع خالية، والناس يعني تبعث الرسائل كل على مثلا مستوى جدي، ولا في حد يعني الناس كلها يعني مستنفرة جدا وتطيع الأوامر التي أتت طبعا من القيادة اللي دارت كل همها من أجل تحصين هذا الشعب والبلد من هذا المرض الوباء الخبيث. سيدة معلومة، كيف كان التفاعل مع الرسالة التي وجهتيها؟ يعني هل تعتقدي أن للفنان تأثير أكبر من سواه على الموريتانيين بشكل عام؟ هو الفنان أنا أعتبر أنه أصلا هو صاحب رسالة، ويكون دائما في الصف الأمامي عندما يكون هنالك يعني حملة توعوية للناس من أجل أي شيء، وخاصة إذا كنا في حالكم في مثل هذه الحالة، فالفنان طبعا فهو يكون له دور مهم جدا، وهو أنه يعني يتكلم للناس بإحساس وبمشاعر ويوعيهم على الأشياء، ويعني يكون لهم يعني مربي ومعلم، وهذا هو الرسالة الأساسية اللي على أساس الفنانين يعني كانت دورهم له قيمة. سيدة المعلومة، الكثيرين في العالم وخاصة في العالم العربي يضجرون من قضية العزل المنزلي، الحجر الصحي، يعني أنت كيف تتعاملين مع هذا الوضع المستجد؟ في الحقيقة أنا يعني أصلا كنت من الناس اللي لا أتحرك كثيرا، والله ليست لي مثلا دائما جل أعمالي أعملها بالمنزل، لما يكون يعجبني كثير القعد في البيت، والله العمل في البيت، والله العمل الإنسان المفرد. ولكن في الحقيقة أنا أعرف أن كل الفنانين ربما وكل الناس الموجودين يزعجهم هذا، لأنه أكثرية الشعب وهو أكثرية الشعب الفقير اللي كان يعيش قوت يومه يلقاه من التحرك، فهذا يعني ضار جدا، وهذا الحجر يعني فيه كثير من المعاناة للسيدة التي كانت تبيع كسكس في الشوارع، وللسيد اللي كان يبيع يعني المساويك، وللبزاوي الذي في الأسواق، وللإنسان الفقير. فهذا الناس التي ليس لها دخل فهي تعاني اليوم أكثر من غيرها، لأنها تحتاج إلى شيء يعني قوتها من أجل الصحي. شكرا جزيلا لك الفنانة الموريتانية المعلومة من تلميذاح، كنت معنا عبر سكايب من نواكشوط. شكرا لك.